spectacular morning, and it's an honor being with the Prime Minister and Mrs. Morrison. Thank you very much. Australia is a fantastic country and a brilliant ally. We just spent a lot of time together with our representatives, and they get along very well, and we're doing a lot of deals, and we talked military, we talked trade, we talked about everything you can talk about, and we came to the same conclusion, I think, in every case. But I just want to say it's علاقتهم مميزة وأبرم من الكثير من الاتفاقات. نتحدث عن الجيش وعن التجارة وتوصلنا إلى نفس الخلاصة في كافة القضايا. إنه لشرف أن تتواجد هنا. شكر جزيل. بلدكم عظيم، وأعتقد أن أفضل علاقات هي تلك التي تجمعنا اليوم. وسوف يكون لدينا مندوبة عشاء في حديقة الزهور الليلة، وبطبيعة الحال هناك الكثير من الأمور التي تجمعنا. سوف نمضي أمسية رائعة. السيدة الأولى، شكرا جزيلا على ترتيباتك لهذه الأمسية التي ستكون رائعة، وقد أنجزت عملا رائعا. تفضل. شكرا السيد الرئيس سيد ترامب. شكرا جزيلا أيضا على الحفاوة الاستقبال جين وأنا ووفدنا. أمضينا وقتا رائعا هنا في واشنطن وفي هذه الرئاسة، وفي إقامتكم هناك الكثير من الأمور التي نشترك فيها بين أنا والرئيس، ولا سيما فيما يتعلق بالوظائف التي يتم إنشاؤها اليوم في أستراليا. هذا ما يغير حياة الناس، فعندما يحصل الإنسان على عمل فهذا يغير حياته، سواء تعلق الأمر بالتجارة أو في وظائف المستقبل. نحن نريد من مواطنين أن يحصلوا على هذه الفرص الاقتصادية، وأثمن الرئيس على العمل الرائع الذي قام به لخلق فرص عمل هنا في الولايات المتحدة، وهذا ما نقوم به في أستراليا أيضا. وهذه الشراكة هي جزء لا يتجزأ من هذا الجهد. نتشاطر الكثير من الأهداف في مجالات كثيرة، ونشتغل في معتقدات وتاريخ عريق، وسوف نمضي قرنا رائعا معا. شكرا سيد رئيس، شكرا على الفرصة التي أتيحت لنا لنناقش هذه القضايا، ونتطلع لمأدبة العشاء. سيدة ترامب، أنت أنجزت عملا رائعا، وهذا ابتكار جديد رائع، هو جزء لا يتجزأ من هذه الزيارة الرائعة. شكرا جزيلا. شكرا لك. تفضل. السيد الرئيس، تفاوضت مع الصينيين فيما يتعلق بالاتفاق التجاري مع الصين، وهذا يمكن أن يقرب بين موقف البلدين. هل يكفي ذلك لتوصل الاتفاق؟ ماذا تريد لتوصل الاتفاق؟ نبحث عن اتفاق شامل ليس جزئي. بدأت الصين في شراء منتجات زراعية خلال الأسبوع الماضي، وقامت بمشتريات كبيرة، لكن هذا ما لا تطلع إليه. تبحث عن اتفاق كبير، ونحن نحصل على مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية، والصين قامت بخفض قيمة عملتها، وهي توفر الكثير من الأموال، والاقتصاد الصيني سيء. لا أريد أن يحدث ذلك، هو الأسوأ منذ 57 عام كما يقولون، وقبل أسبوعين قالوا أن أسوأ اقتصاد منذ 22 عاما. سلسلة الإمدادات تعثرت كثيرا، وستصل الرسوم إلى 30%، وهناك 25% من الرسوم التي تفرض على 250 مليار دولار، وهناك نسبة أقل من الرسوم الجمركية التي ستفرض على حوالي 300 مليار دولار من المنتجات والسلع. هم يريدون أن يحققوا شيئا. لقد أجرينا محادثات هذا الأسبوع، وسنواصل ذلك الأسبوع المقبل ومن بعده أيضا، لكنني لا أبحث عن اتفاق جزئي، وإنما أريد اتفاقا كاملا وشاملا.
لا أريد ذلك قبل الانتخابات. يعرف المواطنون أننا ننجز عمل رائع، أعدت بناء الجيش وبحثنا أنا وسكوت ذلك. عندما وصلت للرئاسة كان الجيش يفتقر حتى إلى الذخيرة، وكان الجيش في وضع سيء. أعدنا بناء الجيش والاقتصاد أصبح من أقوى الاقتصادات في العالم. ومايك بنس نائب رئيس الرائع بحث بالأمس عن هذه الأرقام الرائعة، وخاصة أرقام تجارة التجزئة التي هي الأروع من نوعها، وأنت تعرف ذلك، هذا عالمكم أنتم. وهناك أرقام أخرى، أداؤنا جيد، اقتصادنا قوي للغاية، وتأثرت الصين كثيرا، نحن لمسة كذلك، ونحصل على مليارات الدولارات، والصين تقوم بدفع هذه الرسوم. والصين هي الصين، هذا لا يحدث مع بقية البلدان، وتعرف الصين ما تقوم به. علاقتي مع الرئيس شي هي علاقة رائعة وجيدة جدا، ولكن لدينا بعض الاختلاف. الآن بلادنا في وضع جيد، هناك الكثير من الأمور، انظر إلى خفض الأنظمة وما حدث قبل 3 أيام عندما حدث هذا الهجوم الذي أدى إلى خفض كبير لكميات النفط، وارتفع السعر ب3 أو 4 دولارات. لو حدث ذلك قبل بضعة أعوام لكان السعر ارتفع بحوالي 50 دولار، فأنجزنا الكثير، وأعتقد أن الناخبين يدركون ذلك، ولا أرى أن لذلك أي أثر على الانتخابات، وإذا كان هناك أثر فسيكون بالتأكيد إيجابيا على الانتخابات. ونحن وقعنا اتفاق IMCA فيما بين الحزبين مع نانسي بيلوزي وجاك شومان، وأعتقد هذا شيء رائع، إنه اتفاق يجمع الحزبين، وهذا مهم جدا بالنسبة للمصنعين والمزارعين وحتى نقابات العمل، هم يريدون هذا الاتفاق، ونأمل أن يتم التصويت عليه قريبا، وألا يواجه الكثير من الاعتراض من الديمقراطيين، ولكن USMCA هذا الاتفاق سوف يتم التصويت عليه، والمكسيك قام بالتصويت عليه، وكندا سوف تفعل الشيء ذاته، ونحتاج لهذا الاتفاق لمصلحة بلادنا، إنه اتفاق رائع. شكرا لدولة رئيس الوزراء. الاقتصاد الأسترالي يقع بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، ما رأيك بالمسعى لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين؟ بالتأكيد نرى أو نريد من الولايات المتحدة والصين أن يتوصل الاتفاق. ما هو ضروري هو أن الاتفاق يجب أن يكون منصفا وجيدا ومستداما أيضا، فما شاهدناه هو أننا قد استفدنا كثيرا من النمو الاقتصادي الصيني، ولدينا اتفاق تجارة حرة مع الصين، ونحن استفدنا كثير من ذلك، وأصبحنا اقتصادا كبيرا في العالم. وعندما تصل إلى هذا المستوى يجب أن تكون مستعدا لتبني نفس القواعد كبلد متطور، فهذا الجيل الجديد من الاتفاقات هو ما يسعى إلى تحقيقها الرئيس، ونتمنى له النجاح، لأن هناك قضايا جدة يجب معالجتها في هذا الاتفاق التجاري، مثل حقوق الملكية الفكرية، هذه قضية كبرى يجب معالجتها. نتطلع لتجاوز هذه القضايا من أجل المزيد من الاستقرار للاقتصاد العالمي، وهذا ما سيستفيد منه كافة البلدان. وسكوت نستطيع أن نتوصل لاتفاق كبير مع الصين، ولكنه قد لا يكون ملائما، إنه اتفاق معقد يشمل حماية حقوق الملكية الفكرية، ويمكن أن نصل إلى اتفاق مع الصين قريبا. تفضل أندرو. I assume Andrew is a nice person. أنا أفترض أن أندرو هو شخص لطيف. هذا ما جعلك تعطيه الكلمة أولا. شكرا جزيلا على استضافتك لنا.
سؤال يتعلق بالصين والرسوم الجمركية أيضا. ماذا تقوله للشركات الأسترالية والشعب الأسترالي الذين يقولون أن حربكم التجارية مع الرئيس شي تهدد ازدهارهم؟ سؤال متصل دولة رئيس الوزراء، هل تعتقد أن الأستراليين سوف يدفعون ضررا جانبيا بسبب الحرب التجارية لرئيس ترامب مع الصين؟ أولا أنا أنظر إلى الأرقام والتي أحبها، وأرقام أستراليا رائعة، أداؤكم ممتاز. فعندما نتوصل إلى اتفاق مع الصين أو لا نتوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ولكن عندما يحدث ذلك فلنا الصين يريدون ذلك أكثر منا. أنا أحب المليارات الدولارات التي تتدفق على خزيناتنا، لم نشهد ذلك من قبل على الإطلاق، وأنا كذلك أعتني بمزارعينا، هذا يساعد مزارعين كثير، مزارعون استهدفوا ب 16 مليار دولار وقمت بتعويضهم على هذه 16 مليار دولار. إذن مشاهدينا كنا نتابع معكم الآن هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعه رئيس وزراء أستراليا.